شكرا. حنايا جينا نشاركوا في هذه التظاهره وهالمسيره الشعبيه الحاشده في اطار اليوم الوطني اللي دعت ليه الجبهه المغربيه لدعم فلسطين وضد ومناهضه التطبيع تحت شعار اوقفوا الحرب الاجراميه ضد الكيان وضد الشعب الفلسطيني، ومن اجل يعني فتح معبر رفح لادخال المساعدات وادخال حاجيات الشعب الفلسطيني. كما كتعرفوا على ان الشعب الفلسطيني الان محاصر حصار تام، وبالتالي فهناك واحد عمليه ديال التجويع، تجويع يعني ممنهجه مع القصف اللي كاين الشعب الفلسطيني، عمليه ديال التقتيل من اجل الدفع ديالو للتهجير نحو يعني خارج غزه وبالخصوص نحو صحراء سيناء. وهذا كذلك جينا باش نمدوا بالدعم الامبريالي بزعامه الولايات المتحده الامريكيه لهذا الكيان الغاصب، لان لولا هذا الدعم لما يعني قام هذا الكيان الصهيوني بعمليته او بحربه الاجراميه هذه. كذلك جينا اليوم ناكدوا، وهذه المسيره التاريخيه للشعب المغربي هي عباره على استفتاء شعبي ضد سياسه التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمطالبه بإلغاء الاتفاقيات وإقفال مكتب الانتصار الصهيوني وطرد ممثليه في أو على أرضنا يعني من الرباط. كذلك جينا باش نأكدوا مرة أخرى على التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني اللي كيقوم واحد أو كيقوم واحد مقاومة يعني باسلة، مقاومة مسلحة موحدة لقتل الكيان الصهيوني، دروس في التضحية، دروس في يعني كيفية الدفاع عن النفس والدفاع عن الشعب الفلسطيني. وبالتالي فالأسطورة ديال الجيش الصهيوني الذي يقهر، إذا تم التفنيد ديالها في هذه المقاومة. حنا كندعموا المقاومة وخاصة المقاومة المسلحة الموحدة حتى ظهر الاحتلال الصهيوني وتحرير فلسطين وعودة اللاجئين وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية الديمقراطية على كافة فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس. وفي نفس الوقت كندعو بالدعم الإمبريالي المطلق بقيادة الولايات المتحدة الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان لولا هذا الدعم كون متفقنا باللي ما يمكنلوش يعيش أكثر من ساعة. الكيان هو مدعم ويوميا إذا يعني يدعم على كافة المستويات، وحنا كندينو هذا الدعم هذا، وكان في نفس الوقت كنشيدوا وكنعتزوا بخروج كافة شعوب العالم في جميع مناطق العالم لدعم الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة.